احمد عامر رئيس الاتحاد، قلت لهم يعني اولا احنا انتمائنا لمصر اولا واخيرا، وثانيا انتمائنا لمحافظه سوهاج وجامعه سوهاج. وقلت لهم ان الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعه يعني بيبذل قصارى جهده في كثير من الامور، وده قلت لهم انه كليه الصيدله بذل جهد يمكن الدكتور نبيل بشكل غير عادي، هدفه انه فعلا يضيف شيء لجامعه سوهاج ومدينه سوهاج واقليم جنوب الصعيد كله. احنا نص بناتنا في اسيوط. في اسيوط ونفس الحكايه كليه التربيه الرياضيه بذل فيها مجهود، وكان الدكتور نبيل يروح مع اللجنه، يروح في الزيارات للكوامل وكان معاهم في المطار، بحيث ان هو يشعرهم انه الجامعه ورئيس الجامعه مهتم بهذا، ولذلك هم كانوا سعداء ووافقوا لنا على انشاء كليه التربيه ان شاء الله من العام القادم في كليه الحقوق. يمكن احنا نص طلبه كليه الحقوق في جامعه اسيوط من سوهاج. طبعا احنا برضه الرئيس دكتور نبيل بذل جهد كبير ومع ابناء سوهاج برضه، انا قلت لكم الكلام ده، الموجودين في جامعه اسيوط سواء في الصيدله سواء في الحقوق سواء في كل التخصصات، مجرد ان احنا بنتصل بيهم والدكتور نبيل يتصل بيهم الناس فعلا بيبذلوا. وانا قلت لكم يمكن الدكتور جمال صالح عميد كليه الصيدله اسيوط وهو في اللجنه اتصل بالدكتور نبيل نور الدين عشان يقول له احنا خدنا الموافقه، يعني هو في اسيوط وعميد صيدله اسيوط، لكن هو فرحان لانه من ابن من ابناء سوهاج برضه، فعايز يعني وانا بقول كلكم انتوا بتنتموا في الدراسه لجامعه سوهاج سواء اللي من سوهاج او من خارج سوهاج مفيش مشكله، لكن ننتمي كلنا لجامعه سوهاج. اللي يضيف شيء، احنا هدفنا هو البناء، يعني احنا نبني مصر ونبني جامعه سوهاج ونبني الاقليم جنوب الصعيد كله. فبالتالي الرئيس او الاستاذ الدكتور نبيل نور الدين واداره الجامعه تبذل كل جهدها سواء بالاتصالات سواء بكذا في لجنه القطاع في المجلس الاعلى للجامعه، يعني الحاجه ما بتجيش كده تقول لك خد افتح كليه، مش ممكن، ده عايزه مجهود كبير بشكل غير عادي علشان يتم فتح كليه او اضافه انشاءات جديده مثلا في الجامعه في الكوامل المباني. وفعلا فكره اللي قالها الاستاذ الدكتور نبيل نور الدين للزيارات، احنا عاوزين فعلا نقعد مع بعض ونقول ان احنا الاول لاتحاد الطلاب هو نعمل له رحله، والدكتور هاني طبعا جعفر معانا، بحيث نعمل زياره انا طبعا الكوامل اعرفها كويس قوي، وانا كنت قلت لكم انا كنت عميد كليه التجاره قبل كده وكنت هناك وبدانا مكان بشكل غير عادي، وكان في مشكله الطريق وان شاء الله في طريقه للحل. يعني ده احنا عاوزين يعني الجامعه بيكم، واحنا بقول يمكن لسه النهارده كان في مشكله معينه او امبارح جاني رئيس اتحاد طلاب كليه الاداب وقال لي ميزانيه الاتحاد، راح دور ورقه وقالوا له ده ميزانيه الاتحاد مدينه ب 15000، قلت له مش ممكن، يعني ازاي؟ اقعد اتصلت له بالحسابات، اتصلت له مدير الصناديق الاستاذ عفه، اتصلت له بعميد كليه الاداب وجبنا، وفعلا النهارده صححنا الكلام ده، هو عمليه خطا معين بس في نفس اليوم عرفنا نصححه، وقلت له هذا الرصيد، الرصيد بتاعكم من السنه اللي فاتت 1430 او كده، اللي دخل للاتحاد السنه دي 4000، يبقى رصيدكم 5000. يعني هو مجرد لو هو سكت وقالوا له رصيدك مدين 15000، لا هو لو جالي، وطبعا انا مش هسكت وهتحرك واشوف الجهه اللي هي في ايدها الموضوع ويصحح، وفعلا تم تصحيح الخطا فورا يعني. فبالتالي هو التواصل مطلوب زي ما قال الاستاذ الدكتور نبيل ممكن دلوقتي، اتصالك بوكيل الكليه بتاع الدكتور العاد، العاد الشباب في الكليه بتاعتك.